خريجه اعلام، لو كانت مذيعه شايفه نفسها في مين من اللي موجودين دلوقتي على الساحه؟ مذيعه؟ لا ما اعرفش، ما اعرفش، وما احطش نفسي شبه حد لان انا كده بدمر نفسي من قبل ما اطلع. لا انا بحب طول عمري في اي حاجه إن كانت ادخل فيها ما بقاش شبه حد، حتى ما بقاش شايفه ان انا عايزه ابقى زي حد، لان كده طالما انا قلت يبقى انا كده قتلت نفسي. فلا وبالعكس هم كلهم اساتذه وكلهم عاملين اسم لنفسهم، فاتمنى ان انا لو دخلت فعلا حاجه زي كده ابقى برضو اعمل اسم لنفسي. منى الشاذلي بالنسبه لك ايه؟ القلب، الحب الكبير، الاستاذه، هي بتزعل لما بقول الكلام ده، بس هي فعلا قبل برنامجها انا ما تقدمتش بالشكل ده خالص الا مع استاذ خيري رمضان مره، بس ما تشافش بالشكل اللي قدمتني بيه استاذه منى. الفئه اللي هي عرفتهم عليا من خلال برنامجها كان اكبر من اللي شافني مع استاذ خيري رمضان. فالست دي من قبل برنامجها انا كنت حاجه، وبجد فعلا من بعد برنامجها انا الناس بتنزل تتصور معايا، لكن قبل كانوا عارفيني بالطشاشي كده اللي هما لما يشوفوني مش لا مش هي لا مش هي. فلا لكن دلوقتي بسببها وبسبب اللي بعدها بقى، لان ربنا وقف لي ناس كتير بعدها، بس هي سبب رئيسي. فالست دي هفضل فاكراها لها طول عمري لان هي شافتني بعين ما حدش شافها شافني بيها قبل كده.